لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وحضرة الشيخ الكل فضيلة الشيخ القاري المفتي محمد أمير، حفظه الله تعالى وأطال بقاءه وأورث ظله علينا نحن الطلاب والمسلمين جميعا في هذه المنطقة وفي البلاد كلها، وأستاذي الكريم العتوب فضيلة الشيخ عبد الروف القاسمي حفظه الله ورعاه، والعلماء والطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن حسن حظنا جميعا أننا اشتركنا في محاولة لتعليم وتعلم اللغة العربية ولإحيائها في هذه البلاد، البلاد النائعة أي البعيدة عن بلاد العرب والعلوبة. فأشكر الله تعالى شكرا جزيلا، ثم أشكر الموظفين المسؤولين في هذه المدرسة على أنهم أتاحوا لنا هذه الفرصة السعيدة. الطلاب إنكم لسعادة اختاركم الله تعالى من بين الآلاف، لا من بين المئات، من بين الآلاف اختاركم لتعلموا القرآن الكريم ولتعلموا لغة القرآن، القرآن الكريم. إن العربية لغة القرآن الكريم ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة الإسلام ولغة أهل الجنة، ولها من الفضائل والمناقب ما لا يعد ولا يحصى. والمسلمون في كل بقعة من بقاع العالم يحبون اللغة العربية ويعرفون والشيء ولو شيئا من اللغة العربية، وهذه هي ميزة اللغة العربية وميزة المسلمين. المسلمون يحفظون الكلمات العربية فهموها أو لم يفهموها. مثلا أكثر من 90% من المسلمين يحفظون سورة الفاتحة أو على الأقل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه كلمة عربية، وهذه هي ميزة اللغة العربية ميزها الله تعالى بها. وكل هذا لأن اللغة العربية اتصلت بالنبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من اتصل، بل كل ما اتصل، كل من اتصل أي من ذوي الأرواح، وكل ما اتصل أي من غير ذوي الأرواح، كل ما اتصل وكل من اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بصلة من الصلات فقد أصبح خالدا باقيا إلى يوم القيامة.
بلال رضي الله تعالى عنه، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وكثير من الصحابة، ما كانوا ليعرفها أهل مكة، ما كانوا ليعرفها أهل الحجاز لولا الإسلام. فإذا جاء الإسلام، فإذا أرسل وبعث النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم واتصل به هؤلاء الرجال، فأصبحوا خالدين باقين إلى يوم القيامة. نحن نسميهم وفؤاد أفئدتنا مملوعة مترعة بالحب، والحمد لله تعالى، ونحن نفتخر، بهم. فأيها الطلاب، أنتم سعداء، أنتم محظوظون، الله تعالى من عليكم هذه المنة الكريمة، المنة العظيمة، أن اختاركم من بين الآلاف وبعثكم وأرسلكم إلى هذه المدرسة الحديثة المولودة، وهنا معلمون وطابق من الأساتذة والمعلمين فعال ونشيط، يستيقظ ويسهر عليكم ليل ونهار، يبذلون قصارى جهودهم، لا يتطلبون من الحكومة أو من مؤسسة حكومية أو نصف حكومية، لا يتطلبون مبلغا يسيرا. نعم، هؤلاء العلماء، هؤلاء الصالحون الذين يبذلون جهودهم على الطلاب، إنهم لمن أولياء الله تعالى، لا يتطلبون مال الدنيا، هم الذين في هذه الأرض هتافهم هتاف الأنبياء، إن أجري إلا على رب العالمين، أي شعارهم شعار الأنبياء، إن أجري إلا على رب العالمين. الناس يسبونهم، والحكومات تسبهم، والعالم كله، بل الدول كلها تهجم عليهم، والدول كلها عندها مؤامرات ضد هؤلاء العلماء أو هؤلاء الصالحين. الحكومات كلها اجتمعت ضد هؤلاء العلماء، ولكنهم يقولون ولو بصوت خفي، بصوت لا يسمعه إلا الله، إن أجرنا إلا على رب العالمين. أيها الطلاب، كونوا متمسكين بأساتذتكم الصالحين البارزين، واجتهدوا ليل نهار كي تلمعوا نجوما وشموسا في المستقبل الزاهر إن شاء الله تعالى. وفقني أولا وإياكم ونحن جميعا الله تبارك وتعالى لصالح الآمال. السلام عليكم ورحمة الله.